ليلي سماها البدر جرح وطاب، ونسمي اجت تداع بالاهداب. ليلي سماها البدر جرح وطاب، ونسمي اجت تداع بالاعشاب. حسيت جسمي للطبيعه جاع من غير ما اوعى فتحت الباب. وطيصح جسم انهد بالاوجاع، مشيت وقطعت سهول خلف هضاب، وبلشت استذكر ثمن خداع. جسمي قلبي حرم من ريحة الأحباب، وكل متر امشي شي كل رجاع. أرض الفلا كله خطر وذياب، بس الأمل نادى بصوت من ذاع. قال لي تأنى وما ذكر أسباب. وصلت عتلي مداها كبير، وصلت عتلي مداها كبير. مرت كفوف الريح فيها وغاب، وقلت لولا تحت شو بيصير. جسمي رميته بشوط فوق تراب، ولما النعس بلش بجسمي يصير إلا وصوت هالدر بين السحاب. وربط عجسمي ربط عكتفي شيخ عالي كثير، فيق بدمي ثورة الأعصاب، وبلش يحاكي بلغة التحسوير. وعاكل مهني قال قصة وجاب. لما النعس بلش بجسمي يصير إلا وصوت هدر فوق السحاب، وربط عكتفي شيخ عالي كثير، فيق بدمي فورة الأعصاب، وبلش يحاكي بلذة التصوير. وعاكل مهني قال قصة وجاب. قال لي المهندس بحر بالتصحيح، لازم طيمضي عيد ميت حساب. وقال لي طبيبك لو ذكرت مليح ما بيدركك معلول أو منصاب. قال لي المهندس بحر بالتصحيح، لازم طيمضي عيد ميت حساب. وقال لي طبيبك لو ذكرت مليح ما بيدركك مجروح أو منصاب. وقال لي المحامي الحق للتوضيح، قال لي المحامي الحق للتوضيح، نجى البري من عتمة الدولاب. وتاجر إذا بيغير التصريح بتكرش خلايا الموت بالمزراب. قال لي المهندس بحر بالتصحيح، لازم طيمضي عيد ميت حساب. وقال لي طبيبك لو نظرت مليح ما بيدركك مجروح أو منصاب. وقال لي المحامي الحق للتوضيح، نجى البري من عتمة الدولاب. وتاجر إذا بيغير التصريح، تاجر إذا بيزور التصريح، بتكرش خلايا الموت بالمزراب. ولو جرب القاضي على العدالة يزيح، بتقلب قوانينك شريعة جهاد. خلص كلامه وصار عندي جوع. اخمد سيوف المعرفة بمحراب. سألته بشغف عن حل للمشروع، وللشر فينا منين نكسر ناب. اتأنى وبعينه غربرت لدموع، وثمل بقول الحق ما بيرتاب. قال لي المعلم حبكة الموضوع، كل المهن بسفينته ركاب. هو الأصل هو الجسر ممنوع، عمركبه يمرق ولا تكذاب. سألته بشغف عن حل للمشروع، وللشر فينا منين نكسر ناب. اتأنى وبعينه غرغرت لدموع، وثمل بقول الحق ما بيرتاب. قال لي المعلم حبكة الموضوع، كل المهن بسفينته ركاب. هو الأصل هو الجسر ممنوع، عامركبه عامعبره يمرق ولا تكذاب. قال لي المعلم حبكة الموضوع، عام عبره
قال لي المعلم حبكة الموضوع كل المهن بسفينته، ركاب هو الأصل هو الجسر، ممنوع عمعبره يمرق، ولد كذاب وعاقد ما حرقه الخواري شموع، شايف مهن تشعر راسي شاب وما لقيت مهني، صوتها مسموع وتوج حلاها الرب بالإعجاب، إلا معلم للعطا ينبوع، حامل بأول ميل بريش بإيده، حامل بثاني ميل بيده كتاب.